انت قلت تصريح كان مهين للثوار النضاف، للناس الشعب كله، مسلم مسيحي درزي بكل الاطياف، ما حدا كان عم بفكر بطايفته ابدا لما نزل. قلت انه في نحن قلبناها كباريه، هيدي انت بتعرف في كتير ناس وطلع تقارير نزلوا جابوا رقصات في المخابرات على الارض، اذا في عم تقول كله اللي عم ينقال جزء منه مزبوط، بس انت هنت اسم كتير كبير من الشعب، ليه ما نزلت قلت انه انا خيي بعتذر منكم؟ مش كله كان كباري، في هالكم فركوح كان عم يتصرفوا بطريقه نحن ضدناهم، نحن قلنا انه لا ورفضنا المسبات ورفضنا حدا يكون انت بقرارة نفسك. انا حكيته غلط وقتها لما قلت كباري، اكيد غلط. لا اكيد غلط. عملك شوي تعرف ليش كيف عم تقول كباري عن ليش عن حق مطالب لك ليش غلط عم تموت من الشوق؟ لانه انا امي ما بتروح على كباري، وانا مرتي ما بتروح على كباري، وانا اختي ما بتروح على كباري، وكلهم نزلوا. ليشرح نظره الدكتور. انا بدي اطلع، انا بدي اعطي وجهه نظري من هون، لانه الموضوع اول شيء انا بعتذر بكل محبه، نحن عم نحكي عن جد وانا بكل محبة. انا بدي اعتذر بكل محبه لانه بالوقت بعد ما قريت الثوره بوقتها كان صار لها قد ما هلا صار لها شهر اوكي، كانت ما قريت شو هي الدوكيومنت تبعها، شو هي الدكترين تبعها، دكترين انه ممنوع بأول ما انك ممنوع بس ما في دكترين أول انك ممنوع تسب، ممنوع كذا، ممنوع تنتقد، ممنوع، لانه الحمد لله انتم عم تشوفوا هالايام انه كل واحد بيطلع بيحكي انا مع الثوره اوكي، انا عن جد انا صدقا مع الثوره اوكي، بس ولكن انه كانت هلا صايره على التلفزيونات انه كل واحد بيخاف منها للثوره. تعتذر من الثوار الليله؟ انا بعتذر اكيد على كلمه كباريه بعتذر، بس على الشوف شكرا وصلنا حالنا.